بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته مشاهدينا الأعزاء أينما كنتم، مرحبا بكم في حلقة جديدة من برنامجكم مع الحدث، أحداث جديدة في المشهد السوداني نلقي الضوء عليها في هذه الحلقة. أهم محاورنا هي مستقبل المبادرة الأممية في ظل تزايد الاحتجاجات الشعبية في السودان، أيضا تطورات الأحداث ما بعد مليونية 13 من يناير، كذلك تقرير مرتقب من المدعي العام للمحكمة الجنائية حول دارفور لمجلس الأمن. مشاهدينا الأعزاء، للحديث حول محاور حلقتنا يسعدني ويشرفني يكون معي على الاستوديو الدكتور عثمان حمد النيل المحلل السياسي. مرحبا بك دكتور عثمان. أهلا بك أستاذ عاصم وأهلا بالسادة المشاهدين. أيضا مشاهدينا الأعزاء، معي عبر الاتصال الهاتفي الصحفي والمحلل السياسي الأستاذ محمد الأمين أبو زيد. مرحبا بك أستاذ محمد. مرحبا بك أستاذ عاصم ومرحبا بضيفك دكتور عثمان حمد النيل. نعم. ومرحبا بمشاهدينا. مرحب بكم جميعا. إذن مشاهدي الأعزاء، بعد إجراءات 25 من أكتوبر والرفض الشديد لهذه الإجراءات والقرارات، تتزايد الاحتجاجات الشعبية يوما بعد يوم، خصوصا بعد توقيع إعلان السياسي في 21 نوفمبر وكذلك استقالة الدكتور عبد الله حمدوك. مبادرة أممية قدمها الممثل بعثة الأمم المتحدة في السودان السيد فولكر بيرس، هذه المبادرة التي تتلخص في الجلوس مع جميع الأطراف بشكل منفرد والوصول إلى صيغة توافقية للخروج من هذه الأزمة، نبحث في حلقتنا لهذه الليلة حول هذه المبادرة ومستقبل نجاحها في ظل الاحتجاجات الشعبية المتزايدة، خصوصا بعد المليونية 13 من يناير والقمع المفرط الذي استخدم في هذه المليونية. دكتور عثمان، أبدأ معك، يعني في ظل استمرار المليونيات الاحتجاجات الشعبية بمختلف مسميات هذه المليونيات والتداعي إليها، نجد أن هناك في الجانب الآخر يمكن كان في مبادرات عديدة من القوى السياسية نفسها، من القوى المدنية إذا جاز التعبير، لكن الآن هناك مبادرة من الأمم المتحدة. هذه المبادرة لقيت يعني ترحيب دولي واسع في المقام الأول، أيضا داخليا كان هناك حولها انقسام، لكن العديدين يؤيدون هذه الذهاب إلى آلية للخروج من الأزمة. تقييمك لهذه المبادرة وفرص نجاحها في ظل هذا في هذه الاحتجاجات المتزايدة؟ شكرا أستاذ عاصم. أنا أعتقد أنه من المبكر جدا الحكم على هذه المبادرة من الآن. نعم. قبل بدئها يعني، ولكن هي قابلة لأن تنجح وقابلة لأن تفشل. نعم. وده بيعتمد على تعاطي المجموعات مع هذه المبادرة. يعني هي المبادرة في حد ذاتها كما ذكر الممثل الأمم المتحدة أنها ليس لديه يعني خارطة الطريق محددة، وإنما سوف تتبلور هذه الخارطة من خلال المناقشات واللقاءات بين الفرقاء في السودان. المشكلة الأساسية أنه إذا توفرت الإرادة، إذا توفرت الإرادة والرغبة الحقيقية في الوصول إلى حلول يمكن ذلك، ولكن الاعتماد الأكبر في الجزء الثاني، الجزء الانقلابي، يعني اللي هو الفريق الانقلابي وأتباعه، وهم دول الأساس في نجاح المبادرة، ويجب عليهم التنازل عن الانقلاب وعن الإجراءات التي تمت ما بعد الانقلاب. نعم. أستاذ محمد الأمين أبو زيد، لو نقلت لك يمكن جدل واسع في السودان حول هذه المبادرة وما يمكن أن يعني تنتج عنها في حال طرح تفاصيل لآلية عمل المبادرة لخروج الأزمة في ظل هذه الاحتجاجات الشعبية الواسعة، كيف ترى فرص نجاح هذه المبادرة؟ أستاذ عاصم ولضيفك الكريم، حقيقة المبادرة هي جاءت في ظل امتداد أفق داخلي سياسي بين كل المكونات السياسية في الداخل وما بين المكون العسكري الذي قاد الانقلاب في 25/10، وأيضا هي جاءت نتيجة لفشل اتفاق 21 نوفمبر بين السيد البرهان والسيد حمدوك، وبالتالي يعني هي تشكل فرصة
ما ادري نسميها فرصه، على الاقل تشكل فرصه مهمه جدا لكافه الفاعلين السياسيين في السودان من اجل الوصول الى اتفاق في ظل فرص، انا في تقديري فرص ضيقه جدا لنجاح هذه المبادره. واهم العقبات التي يمكن ان تعترض طريق هذه المبادره هي يعني عدم الثقه من المكون العسكري والمكون المدني التي نشأت بموجب الإجراءات الانقلابية التي حدثت، وبالتالي أصبح هنالك يعني فارق كبير جدا فيما يتعلق بعدم الثقة بين المكون المدني والمكون العسكري. أيضا من الأسباب ومن المعوقات الأساسية التي يمكن أن تتسبب في فشل هذه المبادرة هي مدى قدرة المكون العسكري على التنازل، إذ أصبح من المستحيل الحديث في ظل الظروف السياسية الماثلة الآن عن شراكة مدنية سياسية وفق ما غالت به كافة المكونات السياسية، سواء كان لجان مقاومة، سواء كان الحرية والتغيير، سواء كانت كافة الأطراف الأخرى الفاعلة في المسرح السياسي. بالتالي يعني فرص الحل تكاد تكون محصورة جدا في ما يتعلق كما ذكر ضيفك الدكتور عثمان فيما يتعلق بتنازل المكون العسكري عن السلطة وتسليم السلطة للمدنيين وابتدار أو افتراء مبادرة ووضع دستوري جديد يتأسس على استلام المدنيين للسلطة. نعم، هل هناك أستاذ محمد، هل هناك رؤية واضحة لدى المدنيين للتعامل مع هذه المبادرة، خصوصا أن هناك كان هناك يعني انقسام داخل القوى المدنية نفسها؟ مجلس المركز للحرية والتغيير بشكل مبدئي رحب بهذه المبادرة، لكن هناك قوى أخرى كتجمع المهنيين والحزب الشيوعي السوداني كان لهم رأي في هذه المبادرة. نعم، هنالك يعني انقسام واضح حول المبادرة، لكن أنا في تقديري يعني زي ما ذكر فولكر نفسه هو أصلا ليست هنالك مبادرة، بالعكس هو قال إنه ما عنده هو يعني خارطة طريق محددة لتقديمها للقوى السياسية، وهو فقط مهمته الأساسية تهيئة مناخ جيد للحوار، وافتكر قال في هذا المناخ إنه يجب إلغاء حالة الطوارئ، إطلاق طرح المعتقلين السياسيين، وتهيئة أجواء الحوار بهذه الخطوات الأساسية والمهمة. وأنا في تقديري إنه هذه الخطوات إلى الآن لم يتخذ بشأنها المكون العسكري شيء، لم يلغي حالة الطوارئ، لم تتوقف الاعتقالات، ولم يتوقف حتى المواجهة العنيفة للمتظاهرين السلميين في إطار التظاهرات. نعم، هذا ما شوهد يمكن. الوضع السياسي غير يعني متوفر فيه أي مناخ حتى للحوار. نعم. وشكل الحوار نفسه إلى الآن غير مفهوم. الحرية والتغيير طالب بحوار غير مباشر عبر الوسيط، وبالتالي كل ما يمكن أن يطرح ينقل للطرف الآخر، وكذلك ما يطرح من الطرف الآخر ينقل للمكون المدني. فبالتالي هنالك يعني متاريس شديدة جدا في اتجاه يعني بلوغ هذه المبادرة نحو أهدافها النهائية المستقبلية. نعم، شكرا أستاذ محمد، سأعود إليك لاحقا. نعم. دكتور عثمان، يمكن تحدث أستاذ محمد مزيد عن المناخ وركز على أن هناك ضرورة تهيئة المناخ في ظل هذه المبادرة، هل يمكن أن يكون هناك، هل يمكن أن تساهم في خلق مناخ للحريات، لعدم يعني عدم اعتراض المتظاهرين والمحتجين السلميين، عودة الحياة يمكن بشكل خالي من القمع، خالي من إنه المحتجين يقدروا يوصلوا مطالبهم كما يريدون، هل هناك مناخ لهذه الحريات يمكن أن تكون متاحة من خلال بعد بداية المبادرة والطرح من السيد فولكر بيرس؟ يفترض طبعا، يفترض أنه إذا كان المبادرة يعني تقبلها اللي هو الجزء الانقلابي. نعم. وتقبلها بقية الفرقاء. نعم. يجب أن تهيئة المناخ، وتهيئة المناخ في هذه الظروف يكون صعب جدا بالنسبة للمكون العسكري. نعم. لأن المكون العسكري يعني ماشي في الاتجاه المعاكس. نعم. المكون العسكري ماشي في اتجاه القمع. المكون العسكري بي 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 يعني بي بيمشي في اتجاه السجن الاعتقالات اعتقالات لجان المقاومة. ايوه اعتقالات لجان المقاومه
في القمع الشديد للتظاهرات للمليونيات، حتى القمع يعني وصل إلى الدخول إلى المستشفيات وأخذ المصابين، أخذهم إلى المعتقلات. فإذا كان يعني الأمم المتحدة بممثلها أقنع المكون العسكري بالتنازل عن كل هذه الإجراءات التي يعملونها الآن، فممكن التهيئة المناخ، يعني إلغاء قانون الطوارئ على أبسط شيء، ووقف الاعتقالات، ووقف قتل المتظاهرين. نعم، هناك حديث من المكون العسكري نفسه أن هناك طرف آخر متواجد داخل هذه المظاهرات، وهو من يقوم ببعض الأعمال التي تنسب للمكون العسكري في كثير من الأحداث. يمكن كان هنا هذا هو كان التبرير، يعني طبعا تبرير غير يعني مردود عليهم، لأنهم هم المسؤولين من 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 هذا الطرف الثالث. نعم. أين هو الطرف الثالث؟ أنتم مسؤولين من الأمن، أنتم مسؤولين من أنتم الشرطة، وأنتم الأمن، وأنتم كل شيء. نعم. فيبقى أنتم معناته هذا الكلام الذي بعدين سمعنا هذا الكلام كثيرا أثناء الفترة السابقة. نعم. نعم نعم. أستاذ محمد الأمين أبو زيد، إذا تحدثنا عن أن هناك مبادرة وهناك أطراف موافقة على هذه المبادرة من الشقين العسكري والمدني، هل من تحديات يمكن أن تواجه هذه أو تعترض طريق هذه المبادرة قبل إتمام يعني يمكن فحوى المبادرة بالخروج بالأزمة نهائيا والعودة للحياة المدنية الكاملة؟ والله طبعا أول التحديات أستاذ عاصم هي ما يتعلق ب إلى الآن كافة المكونات الثورية في 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 البلاد تكاد تقول إنها هي ليست بالإجماع متوافقة على مبدأ المبادرة أو على مبدأ الحوار. هذه واحدة من العقبات. العقبة الثانية المتعلقة ب إنه آليات الحوار نفسها وعلى ماذا يكون الحوار، وما هي حدود وإمكانات الطرف الثاني اللي هو المكون العسكري في إبداء قدر كبير من المرونة والتنازلات إذا المطالب التي تطرحها هذه الأطراف. المعوق الثالث من هذه المعوقات هو إنه لابد للمبادرة أن تحترم أو على الأقل تصغي السمع إلى أهداف الشارع وإلى أهداف المتظاهرين، إذ لا يمكن لأي مبادرة أن تنجح بدون حقيقة أن تصطحب الأهداف الأساسية التي يطرحها المتظاهرون في الشارع. وبالتالي يعني أهم هذه الأهداف هي ابتعاد المكون العسكري عن العملية السياسية كليا، وبالتالي المطالبة بمدنية الدولة وبالتحول المدني الديمقراطي الكامل. فهل هنالك قدرة للمكون العسكري في أن يتعاطى مع هذا الهدف ومع هذا المبدأ الجوهري والأساسي للمتظاهرين؟ أيضا الحالة كما ذكرت في البداية، حالة عدم الثقة ما بين المكون العسكري والمكون المدني، على اعتبار أن المكون العسكري هو بتنفيذه لانقلاب 25/10 أوقف مسيرة انتقال مدني ديمقراطي مؤسسة على وثيقة دستورية وعلى اتفاق سياسي ما بين الطرفين. فبالتالي يعني ما حدث هو حقيقة يعني يطعن في صيغة كافة الأطراف في المكون العسكري وقدرة التزاماته على تنفيذ ما تم الاتفاق عليه، بدلالة يعني حنسه بهذا الاتفاق في الفترات السابقة. وهذا ما جعل الاتحاد الأفريقي نفسه يعني يبتعد عن هذا الحوار، وكما قال ممثل الاتحاد الأفريقي، لقد سبق أن شهدنا يعني حوارا وشهدنا وثيقة أو اتفاقا موقع بين الطرفين، لكن المكون العسكري لم يلتزم بهذا الاتفاق. نعم أستاذ محمد. نعم. الأمين لو سمحت لي، يمكن في نقطة الاتحاد الأفريقي، هو كان شاهد على الاتفاق الأول على الوثيقة الدستورية، والآن الاتحاد الأفريقي بعد 25 أكتوبر اتخذ إجراءات أيضا بحق السودان بسحب العضوية، لكن في الأيام السابقة مجلس السيادة كان له تصريح في هذا الإطار بعدما رحب بمبادرة السيد فولكر بيرس، وتحدث يعني يمكن متحدث المجلس السيادة بضرورة إشراك الاتحاد الأفريقي، يعني حتى المجلس السيادة الحالي أصر على إشراك الاتحاد الأفريقي في هذه المبادرة. هل يمكن يكون للاتحاد الأفريقي دور في هذه المبادرة أيضا؟ نعم، مجلس السيادة حريص على إشراك الاتحاد الأفريقي بغرض فك العزلة والحصار الأفريقي على الانقلاب وإجراءاته. فبالتالي كان طبيعي أن يحرص المكون العسكري على مثلا اشتراك الاتحاد الأفريقي، لكن الاتحاد الأفريقي قال كلاما واضحا
بأن المبادرة يعني جاءت من قبل الأمم المتحدة ومن قبل مبعوث الأمين العام في فولكر بيرت، وبالتالي قال أنه كان شاهدا في فترات سابقة ورعى اتفاقا بين الطرفين لكن لم يلتزم به المكون العسكري، وبالتالي يرى أنه لا حاجة له في المشاركة في مبادرة جديدة. لكن يعني أنا أعتقد أنه يعني مستقبلا إذا قدر لهذه الخطوات أن تنجح فبالتأكيد الجهة الدولية التي رعت الاتفاق هي قادرة على أن تعدل موازين القوى الدولية في هذا الاتجاه. لكن في النهاية الاتفاق أو عدمه بيرتبط بإرادة سودانية محضة ما بين الأطراف المتصارعة في السودان، وبيرتبط أيضا بمدى يعني قدرة الطرف الآخر اللي هو المكون العسكري في تقديم تنازلات لصالح أهداف الشعب السوداني ولصالح أهداف ثورته ولصالح أهداف التحول المدني الديمقراطي الكامل. نعم نعم دكتور عثمان، هناك الآن مطالبات من مجلس السيادة كما ذكرت للأستاذ محمد أبو زيد، أنه مطالبات بتواجد للاتحاد الأفريقي في هذه المبادرة. المجتمع الدولي نفسه يعني يمكن الولايات المتحدة الأمريكية، البيان الرباعي اللي شاهدناه وبيدعم للمبادرة، أمريكا، المملكة العربية السعودية، الإمارات والمملكة المتحدة، دول الترويكا، اهتمام كبير بالشأن السوداني. في ظل هذا الاهتمام من المجتمع الدولي، هل ترى أنه هناك يعني أمل لهذه للخروج من هذه الأزمة عبر هذه المبادرة في ظل الحشد الدولي؟ والله يعني احنا طبعا لا نقطع الأمل أبدا. نعم. ولكن يجب أن يتحلى المكون العسكري بالشجاعة. نعم. ويتحلى بيعني وضع السودان المصلحة العليا وترك التمترس في نقطة واحدة ويعني والرجوع من القرارات التي اتخذها بعد 25 اكتوبر يعني اعطاء فرصه لهذه المبادره ان 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 ان, أن تستمر او ان تتبلور لخاصه الحريق بهذه المبادره. يعني يمكن هو رحب بالمبادره في بدايه الامر وهو مستعد، يعني يمكن وهو يعتبر يمكن هي منفذ لحل الازمه، هو يتعامل معها بهذا الشكل في الشكل الظاهري، لكن ما يحدث الشارع يتحدث حديث غير ذلك. طبعا ما هو نحن يعني الخطاب من عنوانه، يعني انت بترحب بالمبادره وهذا اسمه الباينج تايم، هو بيشتري في الزمن وفي نفي يعني في ماشي في اتجاه نحن لا ندري انه ماذا ينوي بعدها، ولكن من غير الرجوع الى ما قبل 25 اكتوبر ويعني الغاء جميع القرارات التي صدرت منه بعد 25 اكتوبر والتنازل تماما من مجلس السيادة اللي مكون مدني وتكوين حكومة يعني يوافق عليها الشعب انتقالية إلى نهاية الفترة الانتقالية، غير هذا الأسلوب لا يمكن أنه يحصل الاتفاق ويكون في نجاح. نعم يكون هناك في جدية لهذه المبادرة. أستاذ محمد أبو زيد، هل توافق الدكتور في هذا الرأي أن هناك ضرورة بعض الإجراءات التي يجب أن يتبعها المكون العسكري قبل الذهاب إلى أي مبادرة، إلغاء الإجراءات التي اتخذت من بعد 25 من أكتوبر أهمها الرجوع إلى قبل ذلك، هل تتفق أنها من إبداع حسن النوايا للذهاب لمبادرة للخروج من الأزمة؟ نعم بالتأكيد أتفق مع ذلك، لأن أفتكر أن هذه الإجراءات هي إجراءات مهمة لتهيئة الفرصة للحوار في جو فيه يعني غدر من الثقة بين الأطراف، وفي نفس الوقت يعني بتدي حتى الجهات المعارضه لهذه الفكره ولهذا الاتفاق يعني غدر من الـ من الـ من الـ من الـ من الـ من الفرصه للتقدم نحو اتخاذ موقف مقايد، وبالتالي هذه الاجراءات هي اجراءات ضروريه. يعني لابد انك يعني اول حاجه يؤكد المكون العسكري على الغاء كافه الاجراءات السابقه، وفي نفس الوقت يعني الحرص على حقيقة الحل الذي يمكن أن يجلب البلاد منزلقات غير مطلوبة. نعم نعم. إذن مشاهدي الأعزاء، كان هذا محورنا حول المبادرة الأممية وفرص نجاحها في ظل الاحتياجات الشعبية. محورنا الآخر حول النتائج ما بعد مليونية 13 من يناير، أحداث عديدة حصلت في هذه الليلة، خصوصا مقتل
العميد في الأجهزة الأمنية المسؤول في سلاح في الاحتياط في القوات النظامية في السودان، وكذلك شهيد نسأل الله الرحمة والمغفرة لشهدائنا ولكل من قطرت دماؤه من أجل هذه الأرض الطاهرة. هذا الشهيد الذي لقي ربه في مدينة بحري أيضا في 13 من يناير، أحداث قمع كانت متواجدة في تلك المليونية عديدة مما أدى في ظل تواجد هذه المبادرة التي تحدثنا عنها في السابق. كان هناك انقسام أيضا في الشارع حديث عن عدم جدية لهذه المبادرة في ظل القمع الذي يحصل ضد المحتجين، كذلك كان هناك وجود للقوات المسلحة داخل لفض هذه التظاهرات، أيضا كان هناك يعني يمكن حديث حول الثقة ما بين المواطن والجيش في الحفاظ على الحياة المدنية في السودان. حول هذا المحور عددنا هذا التقرير، وكذلك حول ما حول القادم من المبادرة الأممية. نستمع التقرير ثم نعود لضيوفي على الاستديو. مشاهدينا الأعزاء، مرحبا بكم مرة أخرى، ومرحبا بضيفي على الاستديو دكتور عثمان حازم حمد النيل، وكذلك على الاتصال الهاتفي الصحفي والمحلل السياسي الأستاذ محمد الأمين أبو زيد. دكتور عثمان، لو عدت لك مرة أخرى، يعني يمكن كثر الحديث هذه الفترة حول العلاقة ما بين المواطن والجيش، الجيش المؤسسة العسكرية التي يكن لها الشعب السوداني كامل الاحترام، وهو يتمنى أن تكون المؤسسة العسكرية في السودان يعني تقوم بواجباتها وتحفظ أمن وسلامة المواطنين. الحديث كثر أيضا حول الانزلاق نحو الفوضى، ويعني كثر الحديث في الفترة الماضية خصوصا كان خطاب عودة الدكتور عبد الله حمدوك من هذا الأساس. ما هي المتطلبات لكي لا يذهب السودان في هذا الاتجاه، اتجاه الانزلاق، اتجاه الفوضى، اتجاه القمع الذي يمكن أن يتزايد في المرحلة المقبلة؟ طبعا الإجابة بسهولة جدا، أنه أن يتوقف القتل. أن يتوقف القتل، لأن القتل هو من القوات النظامية، إذا كانت قوات دعم سريع أو إذا كان قوات الجيش أو إذا كان قوات كانت كتائب تابعة للنظام البائد. وهذا الحديث الذي يتحدثونه عن أن هناك أطراف ثالثة تستغل هذه الأزمة، تستغل الوضع الموجود في السودان وتخلق هذه الفوضى والبلبلة. هذا طبعا الحديث مردود عليهم كما ذكرت سابقا، أنه هذا الحديث يجب أن يقولوا أنه ما هي هذه الجهات. نعم. لأنهم هم الجهات التي يحددون ما هي هذه الجهات. نعم. لأن مسؤولية الجهات الأمنية هي تحديد أيوة جاني. هذه هي مسؤوليتهم، وإلى الآن أكثر من 60 قتيل وستين شهيد. نعم. فلم إلى هذه اللحظة لم يعني يذكروا أنه من قتل من. نعم. هذه لا يوجد هناك تحقيق، لا يوجد هناك تحقيق، وهذه الجهة الثالثة لم يحدد أحد أنه من قتل هؤلاء. نعم. فهذه يعني ذلك أنهم لم يقوموا بواجبهم، فيبقى إذا قتلوهم هم هذا يعني هم تسببوا في ذلك، وإذا لم يقتلوهم قتلهم طرف ثالث فهم أيضا هم المسببين في ذلك. نعم. عليهم أن يبحثوا عن عليهم أن يبحثوا أن يحموا الشعب. نعم. عليهم أن يحموا الشعب. نعم. طيب، علاقة المواطن بالجيش كيف ترى مستقبلها في ظل هذه الأزمة؟ الجيش طبعا السودان يكين للجيش يعني أهمية خاصة، لأن الجيش يجب أن يكون جيش الوطن، جيش السودان، وليس جيش محدد لشخص محدد. ولكن الجيش يعني إذا انحاز إلى فئة محددة ضد الأخرى، فيصبح أنه تصبح هناك علاقة فيها نوع من الحساسية. لأن كبار الضباط لم ينحازوا إلى هذه اللحظة إلى الشعب. نعم. إلى هذه اللحظة هم ينحازوا إلى الوطن. نعم. أستاذ محمد الأمين أبو زيد، يمكن أنت تابعت هذه المداخلة، علاقة المواطن والجيش مستقبله، وكذلك المسببات التي يمكن أن يذهب إليها، أن يذهب فيها السودان نحو الانزلاق والفوضى. حقيقة ما حدث في مظاهرات 13 يناير تطور خطير جدا من الناحية الأمنية ومن الناحية السياسية. من الناحية الأمنية، يعني لأول مرة في تاريخ السودان يدخل الجيش كطرف في فض المظاهرات السلمية التي يقوم بها المواطنين احتياجا على سياسات حكومية أو احتياجا على نظام سياسي في السودان. هذا لم يحدث على الإطلاق لا في فترة النظام عبود ولا في فترة النظام نميري.
ولم يحدث إلا في هذه الفترة أن تدخل القوات المسلحة بكافة بعتاد ليس حتى مخولا يعني يفغى القوانين العسكرية استخدامه ضد البشر كالدوشكات وإلى آخره. فهذا تطور من الناحية الأمنية خطير جدا، من الناحية السياسية أيضا تطور خطير لأنه يباعد حقيقة شقة الصغة التي ظلت تتجذر يوما بعد الآخر ما بين الشعب وما بين القوات المسلحة. حقيقة هذا يعني مسمار في نحت هذه الثقة تم استخدامه لأغراض سياسية للأسف الشديد، ولحماية يعني مجموعة محددة من القوات المسلحة أو قادة القوات المسلحة، خلينا نسمي الأسماء بمسمياتها. فهذا الـ هذا الـ هذا الـ الـ يتبع هذا الـ هذا الـ التطور من الناحية السياسية أيضا استخدام ضباط القوات المسلحة وفق إعلام القوات المسلحة نفسها في تبني خطاب سياسي صارخ جدا واضح جدا يعني بالقدر الذي يجعل القوات المسلحة يعني خاضعة لتسييس يفارق قانونها ويفارق طبيعتها ويفارق مهامها ومسؤولياتها باعتبارها قوات يجب أن تكون قوات قومية تحمي البلد ولا تعبر عن أي اتجاه سياسي. نعم. فحقيقة ما يحدث يعني كأنما يريد قادة الجيش أن يجعلوا القوات المسلحة حزب سياسي في مواجهة أطراف الصراع السياسي وأطراف القوى السياسية التي تتصارع الآن على المحيط السياسي. هذا تطور خطير جدا أنا في تقديري، وينيم عن رغبة لقادة القوات المسلحة في مسألة التشبث بالسلطة وبما يطعن أيضا في القدرة على إمكانية أن تفي القوات المسلحة والمكون العسكري حتى بناء على ما طرحه هو نفسه بتسليم السلطة للمدنيين. هذا تطور خطير جدا وسيؤثر أيضا على مجريات المبادرة التي تحدث من قبل السيد مبعوث الأمين العام السيد فوركر بيريس. نعم نعم. دكتور عثمان، لو نقلت لك في جانب آخر، القوى السياسية ودورها في هذه المرحلة تحديدا، خصوصا أن الشعب السوداني الآن كله مجمع على ضرورة التحول المدني، وهي مسؤولية هامة للقوى السياسية والقوى المدنية اللي تحدثنا عنها الآن، هناك لجان مقاومة وغيرها. كيف ترى موقفها الآن، وهل هي قادرة على العبور ببرنامج متكامل للمرحلة المدنية؟ نحن شاهدنا الأخطاء في الفترة في المرحلة السابقة، شاهدنا أن هناك بعض المعوقات العديدة التي عاقت العمل المدني. هل القوى السياسية الآن جاهزة الآن لهذا التحول المدني؟ القوى السياسية الآن وحسب كلام الأستاذ محمد سليمان الفكيه في لقائه في قناة الجزيرة، أن هم الآن في مرحلة تطوير تجمع كامل مكون من القوى السياسية اللي هو قوى الحرية والتغيير، لجان المقاومة، تحالف سياسي جديد. التحالف السياسي الجديد ده عنده فكرة وعنده خارطة طريق للتحول المدني، اللي هو يبدأ بتكوين البرلمان ثم مجلس الوزراء ثم مجلس السيادة إلى نهاية الفترة الانتقالية وتكوين المفوضيات فهذا هو. هل القوى السياسية متفقة على برنامج معين يمكن تحدده؟ على المينيمم، على الحد الأدنى الاتفاق موجود. نعم. الحد الأدنى اتفاق موجود، وأنا أعتقد أنه لو كانت في مبادرة، لو في يعني أنا الآن يمكن أقول أنه فكرتي أنه إذا كانت في مبادرة بين القوى، اجتماع بين القوى السياسية وكبار الضباط من غير المكون العسكري السياسي، اللجنة الأمنية، نعم، من غير اللجنة الأمنية، يعني أنا أعتقد أنه يعني يكون في لقاءات بين كبار ضباط الجيش وكبار ضباط الشرطة في هذا الظرف الحرج من تاريخ السودان مع القوى السياسية الموجودة الآن. نعم. وممكن يكون في أي جهات أخرى تنضم إليهم. نعم. للتفاكر في الخروج من هذه الأزمة. نعم، لكن هناك جمود بين المؤسستين أو بين المكونين، يعني المكون المدني يرفض تماما أي جلوس. أنا عشان هو المكون المدني لا يرفض الجلوس مع الذين نقضوا الاتفاق. نعم. اللي هو اللجنة الأمنية اللي هي المكونة من 5 ضباط كبار. نعم. أنا أقول لا،
لا يجتمعوا مع هؤلاء، لأنهم أصلا الاتفاق معهم هم نقضوا الاتفاق، فلا يمكن أنك تتفق معهم مرة أخرى، ولا يمكن الجلوس معهم مرة أخرى، ودي هذا هو الحل. نعم. فالحل الآخر أنه هم يجتمعوا مع الضباط غير الموجودين في مجلس السيادة. نعم أستاذ محمد الأمين، تحدثنا عن موقف القوى السياسية وكيف يكون دورها في المرحلة المقبلة. دكتور عثمان طرح ضرورة أن يكون هناك حتى يعني حتى بادرة من القوى السياسية هي الجلوس مع المنظومة العسكرية نفسها بدون اللجنة الأمنية، والتوصل إلى شكل تفاهمات يمكن أو شكل اختراق يمكن أن يحدث نوع من الخروج من الأزمة. أول حاجة دعني أؤكد على ما قاله ضيفك دكتور عثمان أولا، وثانيا أن أنا تحدثت في البداية عن إنه الأهم من هذه المسألة هي الاتفاق على يعني ما آلية ما يمكن الحوار حوله. فبالتأكيد الاتجاه الذي يمثل كل أو أغلب أو كل مكونات الثورة حقيقة هو اللا عودة لشراكة سابقة مدنية سياسية، بناء على أن الطرف الذي خرق هذه الشراكة والذي قوض هذه الشراكة هو المكون العسكري بضباط الموجودين الخمسة الموجودين في مجلس السيادة السابق، وهم الآن أيضا على رأس مجلس السيادة الذي كونه السيد عبد الفتاح البرهان. فمن غير المعقول يعني أن نجرب المجرب أو أن نعيد استنساخ التجارب بلا جدوى. فبالتأكيد هي أول الأشياء التي يجب أن تقسم، إنه لا توجد أي إمكانية للحوار مع هذا المكون بشكله القديم. ثانيا لا يمكن أو لا يمكن أو لا يعقل أن نعيد إنتاج الشراكة من جديد، لأن الشراكة حقيقة السابقة أثبتت فشلها وأثبتت عدم قدرتها على حقيقة تجاوز عثرات الانتقال السابقة. فبالتالي الحديث الآن عن وضع دستوري جديد وعن وضع متعلق بتكملة المرحلة الانتقالية بأفق جديد وبتأسيس دستوري جديد. القوى السياسية تمتلك تجربة سابقة 3 سنوات من تجربة الحكم، أو وفي نفس الوقت أيضا تمتلك من الوثائق والبرامج والمواثيق التي ما تزال تحتفظ بقدرتها على أن تصبح مرتكز لوحدة جبهة شعبية عريضة لمواجهة الانقلاب العسكري. فبالتالي ما في إشكالية في هذا الجانب، لأن القوى السياسية موجودة وعندها القدرة وعندها من ما تمتلك من مواثيق ومن أهداف. ميثاق قوى الحرية والتغيير نفسه الوثيقة الدستورية بأهداف المعروفة، الوضوح الأهداف حتى لدى المواطن البسيط إنه المطلوب هو تأسيس انتقال مدني ديمقراطي. نعم. بسلطة مدنية كاملة. نعم. وتأسيسا. نعم أستاذ محمد لو سمحت. نعم. لي أيضا أريد أن أتحدث معك بخصوص لجان المقاومة. لجان المقاومة الآن هي تعمل، كان في السابق هناك عملها المطلبي الاحتجاجي كان واضح، هي الآن تنظم نفسها وتدخل في الميدان العمل السياسي. هناك تنسيقيات الآن للجان المقاومة، هناك أيضا عمل إعلامي للجان المقاومة، موقف لجان المقاومة أيضا كقوة مدنية داخل في المتغيرات في السودان. نعم، في الفترة السابقة حقيقة لجان المقاومة كانت بعيدة عن العملية السياسية، وهي التي في المرحلة الأولى فوضت قوى الحرية والتغيير للتفاوض مع المكون العسكري، وهي التي أمنت حتى على ما تم الاتفاق عليه من وثيقة دستورية ومن اتفاق سياسي. لكن الآن حقيقة حصلت متغيرات كثيرة جدا، وأصبحت الآن لجان المقاومة هي اللجان التي تقود التظاهرات، وهي اللجان التي تقود الشارع، وهي اللجان التي أصبح لها يعني دور سياسي بارز وفاعل. فبالتالي المرحلة القادمة من الانتقال الديمقراطي يجب أن تستصحب هذه اللجان وأن تستصحب دور كبير وواسع في هذه اللجان على مستوى السلطة التشريعية، المجلس التشريعي، وعلى مستوى السلطة التنفيذية، وعلى مستوى كل مهام المتعلقة بالانتقال بشكل عام. فبالتالي التأسيس الجديد حقيقة بيعتمد على بناء هذه الجبهة من كل الفاعلين السياسيين، الأحزاب السياسية، لجان المقاومة، تجمع المهنيين، والمجتمع المدني، منظمات المجتمع المدني وغيرها من المنظمات الديمقراطية التي تمثل النساء وتمثل الشباب وتمثل كافة مكونات المجتمع. فبالتالي توسيع هذه القاعدة
في إطار جبهة شعبية أساسها رفض الانقلاب وتأسيس سلطة مدنية ديمقراطية وتحول مدني كامل هو الذي يجب أن يؤخذ كمعطى في الفترة المقبلة. نعم. إذن مشاهدي الأعزاء، أيضا كان هذا محورنا حول تطورات الأحداث ما بعد 13 يناير، محورنا الأخير حول تقرير مرتقب من المدعي العام للمحكمة الجنائية. هذا التقرير سيقدم في مجلس الأمن في الأيام القادمة حول دارفور. نعلم أن دارفور كان هناك انفلات أمني في الفترة الماضية في دارفور، كان هناك تعدي لممتلكات بعثة الأمم المتحدة في دارفور، أيضا كان هناك عادة مرة أخرى مظاهر الانفلات الأمني في دارفور بشكل واضح نتيجة للأوضاع المضطربة في السودان وفي المركز. أيضا تأثرت دارفور كثيرا ونزفت الدماء هناك، ويعني غاب الأمن في الفترة السابقة عن دارفور. المدعي العام للمحكمة الجنائية يعني يتحدث عن أن هناك تقرير سيقدم لمجلس الأمن حول ما يحدث في دارفور. دكتور عثمان، مرة أخرى دارفور يعني يمكن انفلات أمني واضح، إشكالات عديدة، نهب لمقار الأمم المتحدة كما شاهدنا في السوشيال ميديا. المدعي العام يتحدث عن أن هناك تقرير سيقدم في مجلس الأمن حول هذه الإرهاصات، تعليقك؟ طبعا من المؤكد أن دارفور أكثر المناطق تأثرا ب يعني الانفلات الأمني، وحدثت يمكن أكثر من 3-4 حوادث، منها في الجنينة ومنها في مناطق أخرى. نعم، وفي الفاشر أيضا في الأيام في الماضية. أيوة، في الفاشر طبعا، والتعدي إلى على ممتلكات الأمم المتحدة وكذا. ففي طبعا أنواع مختلفة، في وحدات اللي هم يعني تناحر قبلي. نعم. بين قبيلتين، اللي هو كانت قبيلة المساليت كانت الضحية الأولى في هذه في الانفلات الأمني، وكذلك يعني اللي هو التعدي على يعني مقار الأمم المتحدة وسرقة ممتلكاتهم. فده الانفلات الأمني طبعا، ودارفور أصلا كانت معروفة بأنها طبعا مليئة بالسلاح وفيها مجموعة يعني عصابات ومجموعة ميليشيات تنهب يعني ما تشاء. ولكن الوظيفة يعني الحكومة اللي هي ما بعد 25 أكتوبر لم يعني تهتم بهذا الجانب، لم تهتم بالجانب الأمني، فلذلك يعني تجد أنه الأشياء منفلتة جدا جدا حتى في مناطق أخرى غير دارفور، حتى في كردفان وجنوب كردفان. والعالم المجتمع الدولي يراقب ما يحدث هناك، ولذلك سيتم هناك تقرير بهذا الشأن. طبعا بالطبع، وفيها طبعا جرائم يعني موثقة. نعم. بفيديوهات. نعم أستاذ محمد الأمين أبو زيد، ما يحدث في دارفور، تقرير مرتقب من المدعي العام، تعليقك على ما يحدث على هذا التقرير ومستقبل التعاون أيضا؟ يعني المحكمة الجنائية الآن تعود في المشهد من جديد، مستقبل التعاون بين السودان والمحكمة الجنائية في الفترة المقبلة؟ حقيقة ما يحصل أو ما يحدث في دارفور هو امتداد لعدة عوامل. العامل الأول ضعف السلطات أو ضعف سلطة الدولة وعدم فرض هيبة الدولة في هذا الإقليم أثناء فترة ما قبل تحقيق أو اتفاقية السلام وحتى ما بعد اتفاقية السلام، وهذا يؤشر على خلل أمني كبير جدا تتحمله الدولة بشكل مباشر في سلطتها العليا. هذا من جانب. الجانب الآخر أيضا، هذا الخلل الأمني في دارفور يؤشر على ضعف الآليات التي اتخذتها اتفاقية سلام جوبا فيما يتعلق ب وضع الترتيبات الأمنية وإدماج الجيوش وتكوين القوى المشتركة ما بين الجيش وقوات الدعم السريع وقوات الحركات المسلحة في دارفور لحقيقة حفظ الأمن في هذا الإقليم. فهذه واحدة من عناصر الفشل التي يمكن أن يكون الانقلاب العسكري أحد مسبباتها، لأنه أوقف العملية بمجملها. السبب الثالث المتعلق بأنه الاتفاقية نفسها حقيقة فيما يتعلق ب كثير جدا من التفاصيل المتعلقة بعودة النازحين والمتعلقة بعودة اللاجئين إلى غراهم والعمل على تنفيذ بنود الاتفاقية هو أحد من الإشكالات التي أفرزت هذا الوضع. فيما يتعلق بالعلاقة مع المحكمة الجنائية الدولية، حقيقة في مايو كانت
2021 كانت هنالك زيارة قامت بها السيدة فادي بن سودة، وبعدها صدر قرار من مجلس الوزراء بتسليم ثلاثة من رموز النظام السابق، الرئيس السابق عمر البشير ووزير الدفاع الرحيم أحمد حسين والسيد أحمد محمد هارون. واتخذ مجلس الوزراء هذا القرار ولم وأيضا بناء على توقيع مجلس الوزراء ومصادقته على اتفاقية المحكمة الجنائية الدولية. وفي شهر أغسطس أيضا كان هنالك زيارة للمدعي العام الجديد اللي هو كريم خان إلى السودان، وبموجب هذه الزيارة أيضا تم الاتفاق على كثير جدا من أطر التعاون ما بين السودان وبين المحكمة الجنائية الدولية بضوء أحد المتهمين الذي يحاكم الآن في هذه المحكمة. هذه التطورات حقيقة تحدث عنها السيد كريم خان ووعد بأنه سيقدم تقرير، اللي هو هذا التقرير الذي سيقدم هذه الأيام لمجلس الأمن سيقدم الاثنين القادم لمجلس الأمن في دارفور بشكل عام فيما يتعلق بما يحدث في دارفور من تفلتات ومن جرائم أساسها كما ذكرت أنا في الأول الخلل في عدم تنفيذ الاتفاقية، وفي نفس الوقت الإشكالات الداخلية المتعلقة بالإقليم اللي هي الناتجة عن قيام الأمن والصراعات الداخلية المتعددة في الإقليم. نعم أستاذ محمد الأمين أبو زيد، يمكن الوقت دهمنا كثيرا، كان بودنا يعني يمكن نواصل في هذا السرد. شكرا جزيلا لك على تواجدك معنا اليوم في الحلقة عبر الاتصال. أيضا مشاهدي الأعزاء الشكر يمتد لي الدكتور عثمان حمد النيل لتواجدك معنا اليوم في هذه الحلقة. إذن مشاهدي الأعزاء هكذا نكون وصلنا إلى نهاية حلقتنا لهذه الليلة، استعرضنا فيها مستقبل المبادرة الأممية في ظل تزايد الاحتياجات الشعبية وكذلك التطورات بعد مليونية 13 من يناير، أيضا تقرير هام من المدعي العام للمحكمة الجنائية في مجلس الأمن وذلك حول دارفور. نلتقي بإذن الله في حلقة قادمة من برنامجكم مع الحدث. دمتم بخير والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.